نفس الوقت يا كابتن محمود، في دراسات بيقوم بيها المدربين ممكن تستغرق سنه او سنتين وبعديها تقدر ان انت تتمرن فريق اول، زي ما بنشوف في اوروبا مثلا جوارديولا مرن على طول، ما يعني ما كانش حتى مدرب، ما افتكرش ان جوارديولا كان مدرب مساعد او مدرب عام في اي فريق قبل كده، واصبح من افضل المدربين على مستوى العالم. عدد كبير جدا من المدربين دلوقتي الشباب اللي بعد ما بيبطلوا كره بيمسكوا او بيتولوا تدريب الفرق الاولى او الفرق الاساسيه بالنسبه للانديه. هي دي فيها نقطتين يعني. هو اولا ممكن اللي احنا بنقوله ده استثناءات، تمام، ما هياش قاعده. ثانيا يعني نقطه مهمه، المدرب دلوقتي لما بيتعين بيبقى مسؤول عن كل حاجه. انت بتخش على جهاز مكون مثلا من 12 فرد 15 فرد بالظبط، عندك جهاز طبي وعندك مسؤولين في على مستوى الاعداد البدني حاجه فظيعه طبعا. وعندك لاعبين على مستوى، انت بتتكلم بقى الفرص فعلا. اللي تهيأت لجوارديولا مثلا صعب جدا تتهيأ لواحد لسه مبطل. ويعني المواهب قلت يا كابتن محمود في مصر من خلال او بحكم طبعا عملك يعني، واكيد كنت بتبحث على العديد من المواهب اللي تنضم للنادي، قلت بشكل كبير عن قبل كده زمان؟ طبعا، لان نسبه الممارسه قلت برغم ان عدد السكان زاد. زمان كانت الشوارع دي كلها كوره، كلها ملاعب كوره. يعني النهارده ممكن انا اكون مميز او موهوب في الكوره بس ما فيش مكان، مش عنديش فرصه ولا عندي شارع بلعب له. احنا زمان لعبنا كوره ازاي؟ لعبنا كوره في الشارع، ويجي واحد يقول لك انت تلعب كويس ازاي، ما تروحش تعال روح الاختبارات وتاخد زمايلك ويطلع منك لعيبه على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات. طب ما فيش لعب في الشارع نهائي دلوقتي. الانديه، عدد الانديه والملاعب المتاحه في مصر قليله مقارنه بعدد السكان، مقارنه بالسكان ومقارنه بالملاعب اللي هي عدد كل شارع كان ملعب زمان بالظبط. فهي نسبه الممارسه كانت زايده، اكتشاف الموهوبين كانت اسهل، وكان الفرص افضل طبعا ما فيش شك. يعني انا بقول دايما لاصدقائي وزمايلي، انا احنا لو موجودين دلوقتي مش هنلعب كوره. انا قاعد في شارع بنلعب، مفيش مكان تلعب فيه، مفيش شارع، مفيش ملعب. طب الحلول من وجهه نظر حضرتك؟ مفيش حاره، زياده الملاعب. اعتقد بدات شويه من خلال مراكز الشباب. يا ريت تكتر يعني. انا فاكر زمان في احصائيه كان من 30 سنه كانت المانيا فيها 100,000 ملعب قانوني. اعتقد احنا عندنا تقريبا بيقال 5,000 او في العدد ده، ما اعتقدش توصل طبعا بالنسبه لعدد السكان. فيعني النقطه، انت ممكن تكون موهوب في الموسيقى، بس لو ما جتش جو في العائله او في المدرسه صح، حد او واحد ياخدك ايجار تجرب وتطلع تظهر موهبتك، مش هتعرف. تمام، لو ما ضربتش على اله موسيقيه مش هتعرف، لو ما فيش حد يساعدك ويكتشفك. اللعيب كده، الاله متواجده اللي هو الملعب اللي يظهر فيه موهبته ما في، مش موجود. فعشان كده الموهبة قلت طبعا في الشك. المعايير اللي على اساسها بيتم اختيار اللاعبين للانضمام للنادي الاهلي سواء في الاعمار السنيه المختلفه في قطاع الناشئين او حتى في الفريق الاول لكره القدم. طبعا بالنسبه لل يعني في تعاون بدا طبعا من المسؤولين في النادي على راسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. هو طبعا المفروض احنا بتبقى واتفقنا على بعض النقاط يعني ان شاء الله. انت بتشوف الملاحظه، بتشوف اللاعب بتقيمه، وبعد كده بيجي النادي. مهم يعني من وجهه نظري الشخصيه ان احنا كل مرحله سنيه يبقى ليها اختبار. يعني هل السرعه دي هل هعملها على لعيب عنده 10 سنين او 9 سنين؟ ولا هعمله رشاقه؟ ولا هعمله قياسات مرونه؟ ولا ناحيه فنيه مثلا، دقه في الباص، في التمرير، في التصويب؟ ايه اللي انا هعمله له؟ لو احنا قدرنا ان شاء الله متعاونين مع بعض نحط اختبارات سواء على المستوى البدني او الفني او حتى في الذكاء. يعني انت ممكن يعني الدراسه اللي انا بعملها في الدكتوراه من ضمنها في اختبارات تمام، بتعرض موقف مرسوم على اللاعب وبتقول له ايه القرار، انت شايف القرار ده باصي هنا ولا باصي هنا ولا باصي هنا. طب انا هتحرك هنا، عباره عن اسئله وفي اختيارات وبتختار انت. دي ممكن دي تتم في الملعب، اختبار ممكن يتم في الملعب، ممكن يتم على الورق. يعني عشان تقيس ذكاء اللاعب وقدراته العقليه. القدرات العقليه مهمه مفيش شك طبعا. يعني ده يعني انا بشكر طبعا بالمناسبه الدكتور اشرف جابر، استاذ الدكتور اشرف جابر واستاذ الدكتور صابر العدوي والمشرفين عليا. يعني اتعلمت في الفتره اللي فاتت دي حاجات كتير كويسه جدا. هل ممكن انت تعمل الاختبارات دي؟ حتى مختبر يعني زي ما قلت، مختبرات الذكاء دي قدرات عقليه مع النواحي الفنيه والنواحي البدنيه. لو كل مرحله ليها تدريبات او اختبارات او قياسات مناسبه نحطها. العشر سنين هيختبر الاختبارات كذا وكذا، نقول 12 سنه يبتدي يختبر اختبارات كذا وكذا. طبعا هيبقى في اختلاف لان كل مرحله تحط لها الاختبارات المناسبه. لو قدرنا نوصل لصيغه زي دي كويسه هتبقى حاجه جميله جدا.
يبقى دي مرحله ثانيه يا كابتن. تمام. مرحله المشاهده والملاحظه تشوفه بالزبط. في الملعب يمر بمرحله الاختبارات وبعد كده يخش في جيم بقى مع الفريق. واحنا متفقين يعني ان هو على الاقل يبقى فيه شوط على الاقل كامل او يعني وقت مناسب حتى لو في سن اعمار السن الصغير يتم اختباره مع الفريق الاساسي بالظبط في مباراه وديه طبعا مش رسميه. دي بتحصل من زمان في النادي الاهلي للاسف. هو في فترات ممكن المدرب يبقى مضغوط ويجي له ناس جداد والتمرين خلص وما فيش وقت وينزل ويعمل لهم جيم صغير. طب كده صغير بس انا حصلت معايا شخصيا اللي هو في النادي الاهلي. انا كنت وصلت لاخر اختبارات خالص يعني نجحت في اختبارات كلها وصلت للاخر ولعبنا اختبار مع الفريق الاساسي للنادي الاهلي. كان ساعتها شهاب عفروتو الناس دي يعني الناس اللي هم ابرز اللي انا فاكرهم احمد شكري كلام من ده. فايضا يعني الموضوع ده موجود في النادي الاهلي ان هم بيختبروا بعض العناصر من خمسه. احنا كنا خمسه بس وصلنا لاخر اختبارات واختاروا مننا واحد او كنت يعني بس مش عايز اقول. ما في نقطه انت برضو احنا نقطه المشكله برضو نقطه مهمه ان احنا دايما بنبص على المهاره بس يعني نقول احسن ناس جت في مثلا من المركز الظهير الثالث في النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن مرمى وكابتن وائل جمعه.